كل ما تريد أن تعرفه عن أقدس أيام السنة العبرية يوم الغفران. بحسب التقاليد اليهودية يعتبر عيد الغفران يوم الدين، فيه يصدر الحق الإلهي بحق مصير الخلق. يحل عيد الغفران بعد 8 أيام من رأس السنة العبرية، أي في اليوم 10 من السنة العبرية، ويعتبر مناسبة جيدة وطيبة لمحاسبة النفس وتحسين التصرفات. على الصائم أن يلتزم بعدة شروط احتراماً لقدسية هذا اليوم، فيحرم فيه المأكولات والمشروبات والاستحمام ولباس الأحذية الجلدية وإقامة العلاقات الجنسية. يستمر الصيام في يوم الغفران 25 ساعة اعتباراً من غروب الشمس حتى حلول الظلام في اليوم التالي. تكرس معظمها للصلوات والابتهالات ليغفر الله عز وجل لعباده ذنوبهم وخطاياهم. يعتبر يوم الغفران يوم عطلة رسمية مطلقة، ويتغير فيه شكل الحياة في إسرائيل بشكل جوهري، حيث توقف قنوات الإذاعة والتلفزيون عن البث وتتعطل فيه حركة السير والسيارات ليوم كامل.